يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر أحد المحققين بعد مقابلته لنسخ تفسير ابن كثير ظهر له أن قصة العتبي ليست موجودة في بعض النسخ وخاصة النسخ القديمة. الحمد لله، إذا لم تكن موجودة هذا يدل على أنها غير صحيحة، في يعني غير صحيح ضمها إلى التفسير، قد تكون مدسوسة. نعم.